هاروت وماروت حولهم أشياء عادية. الله يقول في سورة البقرة: ولما جاءهم أي اليهود كتاب من عند الله أي القرآن مصدق لما معهم أي التوراة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أي علماؤهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اختلف في كتاب الله هنا والظاهر من التوراة. واتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نتحدث تفصيلا. أولا هذه القضية شغلت المفسرين كثيرا وأسباب شغلها لهم أنه ورد حديث في المسند عن ابن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بروايتين. رواية تقول إن الملائكة لما عصى آدم قالت لربها نحن أولى بك من آدم فأمرهم الله جل وعلا أن يختاروا ملكين يبتليان فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض فجاءتهم الزهرة كوكب المعروف الذي ينطقه الناس الزهرة فجاءتهم الزهرة بفتح الهاء فتمثلت لهم في صورة امرأة جميلة فتنتهما فاشترطت عليهما أن يشركا بالله. حسب هذه الرواية قال والله لا نشرك بالله. ثم جاءتهما تحمل غلاما فقالت اقتلا الغلام قال والله لن نقتل الغلام. فجاءتهما بقدح من خمر فشربا فلما أفاق قالت لهما ما تركتما شيئا مما طلبته منكما بعد سكركما إلا فعلتما. فنسخت هذه الجارية إلى الزهرة وعذب هاروت وماروت في بابل. هذه رواية. الرواية الثانية تقول إن أصل القصة كما هو يعني الابتلاء فجاءتهم الزهرة فقالت لن تتمكن مني حتى تعطياني الاسم الأعظم الذي به تعرجان يعني إلى السماء فوافق فأعطاها فأعطياها الاسم فعرجت فمسخها الله وهي تعرج وقص أجنحتها وجعلها كوكبا وهما خيرا ما بين العذاب في الدنيا والعذاب في الآخر فاختار عذاب الدنيا فهما منكسين في بابل. هذه الروايات. الحديث في المسند واختلف في سنده اختلافا شديدا. بعض أهل العلم وإن كان من ثقات المحدثين مثل الحافظ بن حجر يرى أن القصة مقبولة واضح بالنظر بحسب الصنعة يعني إلى الأسانيد. والحق الذي ندين الله به ولا مرية فيه عندنا وعند كثير من أهل العلم قبلنا أن هذا لا يمكن أن يقع وأن القصة لا يمكن أن تصح لا نقلا لا سندا ولا متنا ولا تقبل لا نقلا ولا عقلا. وإنما تعمدت أنا قولها بالكامل حتى يأخذ الناس الدين على بينة. يعني لو أغفلناها لقالوا إن الشيخ لا يعرفها وقد سمعت ولا يعرفها أو تحرج منها أو ضعف أمام ردها. لكن القصة لا تقبل ولا تعقل لأن الأصل في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ثم إن الله ذكرهم بوصف مجلل قال واتبعوا قال وما أنزل قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فسماهم الله ملكين دون أن يذكر قدحا فيهما وذكر المنقب لهما وهم الملكان وهما أنهما ملكان. فذكرهم على أنهم ملكان على أنهما ملكان يعني ينطوي عليه كل أحكام الملائكة. لأن الله ما قال إنهم غير ملكين وما لما تكلم الله عن الملائكة بالمدح في آيات القرآن الأخرى فهمنا أنه ينطبق على هاروت وماروت لأن معنا شهادة يقين أنهم ملائكة. فلا يمكن أن نطرحها إلا بشيء من الله من القرآن نفسه وليس بين أيدينا آية تذمهما
بل إنما بعدها يدل عليها. واختلف فيما هذه من حيث الصناعة النحوية اختلافا شديدا، لأن الآية يعلمون الناس السحر هذه واضحة. نعم. أن يعلم فعل وهو الجماعة فاعل والناس مفعول به أول والسحر مفعول به ثاني. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، والواو عاطفة وما موصولة بمعنى الذي، يعني يعلمون الناس السحر والذي أنزل ببابل هو نوع من السحر، وهذا من خطف من عطف الخاص على على العام، من عطف الخاص على على العام. قال بعض العلماء إنما هنا بمعنى لم، يعني ولم ينزل على الملكين ببابل. طب لو قلنا إنه ولم ينزل على الملكين ببابل، ما معنى قول الله جل وعلا حتى يقول إنما نحن فتنة؟ يعني ما يستقيم. وأغرب من هذا قول القرطبي رحمه الله إن هاروت وماروت بدل من الشياطين، وهذا من أغرب ما قاله القرطبي على جلالة قدره في تفسيره، ورده الأئمة ولا يقبل هذا، جعلهما شياطين والله يقول ويعلمون الناس السحر. وأفضل من تكلم فيها إمام المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله، وتبعه العدول من المفسرين أو أكثر المفسرين على أن المقصود على ظاهر الآية.